الحق معي الحق معك الحق معي الحق معك تعرف انه احنا بدولة قانون الحق معي الحق معك الحق معي الحق معك تعرف انه احنا بدولة قانون اسأل محامي بدلك عالجوال الحق معي الحق معك الحق معي الحق معك اسأل لتعرف من حقك انك تعرف من حقك تعرف حقك بيجي بالقانون اسأل لتعرف من حقك انك تعرف حقك بتاخده بس بالقانون اسأل لتعرف من حقك انك تعرف حقك بتاخده بس بالقانون. لا يا ابو شو كنت حاسس ببعث مسجات لكل الشباب ما تخافش عيب عيب تهتك انا جايب واحد لا يا جرام في شيء انا بفتح الطريق وبكون عندك يلا سلام شوفي خير دعسنا واحد دعستوا انتوا مين احنا العشير والكلكم دعستوا واحد شو كنتوا راكبين قطار يا زلمه احنا العشير الكل في واحد يعني احنا الكل في واحد في الفرح في العرس في العزاء كل شيء مع بعض طيب شو راح تعمل بنلم هالوجوه الطيبه ايوه هالجماعه الكبار بروح احلوها باخذ عطوه وبروح زلماتنا وبندفع مصاري طيب هو الحق على مين بعرفش طيب هو كيف صار الحال برضه ما بعرف طب اعطيني اي تفاصيل عن الحال يا زلمه ليش بدك تعرف شو ليش بدك تعرف افرض الزلمه تبعكم بريء يا بني ادم القانون بيقول انه في جاني وفي مجني عليه هلا ظروف الحادث هي اللي بتحدد مين الجاني ومين المجني عليه حسب القانون هذا قانونك انت قانوننا احنا بيحكي انه العشيره معها ثلاث ايام وثلث بتحل المشاكل بدون ما يتدخل حدا واحنا بدناش حد يتدخل شو قانوننا جايبه من دار اهلي هاي دوله لها قانون القانون مستمد من الدستور والدستور كل المواطنين قدامه سواء ليش بتشد حالك انت اذا حسيتني بحس التوجيه ما تعقل يا زلمه خلص فهمت وبصمت شو بدك لازم تفهم وتبصم شيء ثاني السلطه القضائيه سلطه مستقله يعني ما حدا له عليها وتصدر احكامها باسم الملك فاهم بكره بتفوت القضيه على المحكمه وبتطول وبتتلفلف جوا بتتضبط بتتلفلف يا بني ادم المحاكم مش هيك شغلها المحاكم مفتوحه للكل وما حدا بيقدر يتدخل فيها حتى القضاء يا سيدي القضاء ما حدا له عليهم كلمه هاي نصوص الدستور الاردني رقم 97 و101 اذا 97 101 2004 قانون موديل سانتو هذا الحكي بكل شيء براسي انا بعرف انه المحاكم بتطول العشان راح تدبح بعض ساعتها خد على عطوات على 13 14 عطوه لتخلص القصه القانون وان كان بيطول بس كل صاحب حق باخذ حقه بالاخر وهاي احلى قهوه مظبوطه شايف هاي؟ هاي القهوة بتحل أدخل مشكلة بالبلد القانون مظبوط هو اللي بيحل المشاكل في البلد مش القهوة قانون مظبوط؟ وشو بتقترح يا أستاذ القوانين؟ لا يجوز اقتضاء الحق بالذات يعني مش إذا إلك حق عند واحد تروح كونك متضرر ماخذ حقك بيدك ولا بتصير مجرم احكي عربي يعني بيكون الحق معك بصير الحق عليك يا سلام طب احكي عادي زينا هيك نصوص المواد شو احكي زينا؟ بعدين اذا كل واحد بياخذ حقه بيده بصير المجتمع غبي والقوي بياكل الضعيف لحق على جرائم العشيره عندنا بس تتصلح لا تخرب البلد انا ما بحكيش عن العشيره عندكم بس بشكل عام قانون الدوله افضل لانه قوانين العشائريه بتنصف العشائر الكبيره واللي لها وضع واللي عددها كبير وبس بتاكل حق الباقي اسمع لا استنى شوي الو لا يا زلمه كيف طب هلا هلا ببعث مسجات وبلغ خلاص مش مشكله مع السلامة شو صار طمني شو صار؟ انت ظليتك تنق على القصة لحد ما رفضوا العطل يا زلمة هم اختاروا حكم القانون وهذا حقهم هيك بدهم يروحوا على المحكمة صح؟ طبعا على كل حال هذا احسن لك واحسن لهم المحكمة مش زي الفنجان القهوة لا فيها مجاملات ولا فيها تعاطف بتعرف يمكن هيك احسن طبعا احسن ما يمكن زلمتكم هذا بريء يمكن اللي اندعس زاد حاله قدام بوز السيارة عشان التعويض يمكن يكون مفتعلين الحوادث اذا ما انت تضرب هاي الامور هلا الزلمة صاحبنا اصلا هو زلمة ختيار وسواقته على قده ومعه سيارة 72 ما هذا اللي بنحكي فيه مرة اجاني قلت له كل المجموعة الأمامية بدها تغيير وغيرت له الجامكة وكمان السنوبرسات كانوا شوي تعبانين غيرتهم قلت له لازم نغير بريك بس حكى مع أهله حكى مع الدار قال لهم لازم أروح شفت ما غيرش البريك يا حبيبي بكون يا الله يا حبيبي بكون طالع في السياحة اسمع يمكن يكون الحق عليه تعرف طبعا يمكن يكون الحق عليه يمكن يكون اكيد الحق عليه مش يمكن ويمكن يكون حق معه طبعا حسب قوانينك يعني والمواد تبعتك تبع القانون تبعك يبقى اذا هو مذنب ياخذ جزاته واذا هو بريء بروح قوانين ايش هو هذا قانون بلد كل البلد ماشي عليه وماشي علي وعليك على كل الناس واطلب لي فنجان قهوه ثاني بلاش قله ادب خلاص صار يجيني تعرف الحق معك يا مختار كاستين قهوه مش مزبوطه بدي اياها قهوه عاديه عاديه على الاخر هلا احكي لك بس هيك حالي شو Thank you.